طيب السلام عليكم ست ام يوسف. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك من كل سوء ومكروه. الله يخليك. ممكن لو سمحت اسال سؤال في الورث؟ اتفضلي. لو سمحت دلوقتي انا جدي توفاه الله من 8 شهور. جدك؟ تمام. ووالدتي ارمله، طيب ودلوقتي هما جده كان سايب فلوس في البنك، جدك ده ابو امك صح؟ والد الامي، تمام ودلوقتي الفلوس دي اتوزعت عليهم بما يرضي الله. تمام دلوقتي جه النصيب على الشقة اللي هو كان شاريها وقاعد فيها. تمام هو كان ممضي كل ولاده ان هم بعد حتى وفاته، عشان هو كان متزوج واحدة غير جدتي، وجدتي توفاها الله من زمان ومنجب منها بنت، ان ما يبيعوش الشقة دي عشان الست دي ما تتبهدلش. تمام دلوقتي خالتي ممضيهم بيع وشراء؟ لا، هو مضيهم ان هم ما يقدروش ان هم ما يبيعوهاش خالص، تبقى هي ملجأ ليهم. اي واحدة يعني بيحصل لها اي ظروف، امر قانوني، يعني امر محاط باساليب قانونيه ولا امر ودي؟ والله هو مضيهم كده عن يد محامي. طيب تمام. الكلام ده عن محامي. طيب دلوقتي جد في الامر امر، وانا ليا خال مأجر، فخال ليا خالة كبيرة رجحت ان كل اخواته يتنازلوا له، وبعد كده هو يسدهم نصيبهم، كل واحدة نصيبها الست بس اللي اتجوزها جدك عايشة؟ ايوه موجودة. تمام. يبقى هنتنازل له عن ايه؟ هما دلوقتي عايزين يتنازلوا له عن الشقة وبعدين عشان يقعد هيتنازلوا هو له عن فيها. ايه؟ ما لسه عايشة، هتودوها فين؟ ما ده اللي انا بسأل حضرتك فيه. هتودوها فين بس؟ هما دلوقتي بيقولوا يا تقعد مع بنتها المتجوزة. عاشت بالراحة بس، عاشت مع جدك قد ايه؟ قعدت مع جدي 30 سنة أو أكتر. 30 سنة. انتوا ما شلتوش اهلكم، ما شالوش لحمهم اللي هو ابوهم، ما رعاهوش، والست دي شايلاه وصيناه وخدماه وقايمه بعشته حتى لقي الله من فراشها. يا جماعة ده عندنا حاجة اسمها مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة بدل ما نكرمها ونقول لها انت على راسنا، وحتى لو جد مش موصي وحتى لو جد مش كاتب، احنا نكرمك حتى تذهبين لملاقاته في عالم البرزخ الآن على الطمع، واستولت الشهوة المادية على النفوس، واصبحنا نفرق اللي بنفكر فيه كله نرميها عند بنتها اللي متجوزها. هو جوز بنتها يستحملها؟ هو حد النهارده بيستحمل حد؟ متى فين الشرع وفين الدين وفين المؤمنون عند شروطهم؟ ده الراجل ممضيكم، ده الراجل جميعكم كلكم حال حياتي، واخذ منكم الاذن، وبعدين ما سايب لكم حاجه تانية. يعني حتى لو الراجل كان كتبها حال حياتي لا شيء عليه مطلقا، لانه شيء يسترضيها به، لا سيما وهو تارك ارث اشتركتم فيه جميعا. الراجل ما غبنكوش وما نقصكوش، فالاولى ان نكرم هذه المراه. اللي هنعمله ده ان احنا النهارده يا خالاتهم يا اللي هتتنازلوا، وبعدين نودي الست دي عند بنتها بقى، ما هي متجوزه، احنا مالنا؟ وبعدين الراجل اللي يخصنا مات، يبقى انتوا كده خنتم العشره وخلفتم العهد وخلفتم الوعد، اصبحتم خائنين غادرين، لا يرفع لكم لواء يوم الدين. اكرموا هذه المراه تكرمون، اكرموا جنابها يرفع الله قدركم، لا تخونوا العشرة ولا تغدروا بها، ولا تخونوا عهد الله مع أبيكم، ولا تخونوا إمضاءاتكم، فإن لم تكن قد وقعتم فأنتم وقعتم عقدا عند الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عرفت ليه انا صرت وقلت ان الراجل اللي قال على القايمه من لا يسأل عن المال، مش عارف، ولا لا من يأتمن على العرض لا يسأل عن المال، عرفت قلت راجل خايب ليه؟ عرفت قلت لكم راجل ما يعرفش في الدين ليه وزعلتم؟ عرفت قلت لكم راجل عايش سوء اعلامي ليه؟ لان العرض والمال متفقان، صنوان لا يختلفان ابدا. ومش معنى ان انت ائتمنتني على العرض معنى ان انا ما اسالكش عن المال. يا اخي ده الضرورات الشرع اللي امرت كل الشرائع الاسلاميه بحفظها، العرض والمال قرينان. ايه المانع اكتب قايمه لبنتي وقايمه محترمه، بس ما اسرقش فيها،
بدل ما اقول لاوضه النوم ب 200,000 وهي ب 30,000 اكتبها ب 30,000، بدل ما اكتب الملابس الداخليه، لكن اضعت حق بنتك وضيعت حقها، لا سيما في زمن نسمع فيه ما نسمع من انحدار اخلاقي ومن انهدار للقيم ومن ضياع للدين اللي هو الشهاده والعقد، والعقد شريعه المتعاقدين. يا ليتك تسمعني وترجع في كلامك، ويوقع الزوج على قائمه المنقولات وفق شرع الله. لا اقول لك غالي، ولكن اقول لك اعتدل، ولكن احفظ حق بنتك، ليس اتهاما للزوج، الزوج على راسي، لكن عملا بمبدأ القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فأخذ الحذر لا ينافي أبدا العمل بالدين ولا كرامة الأخلاق. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان لما يتفق مع حد يعمل عقد ويوقعوه، ما كانش بيخونوا النبي ولا بيخونوا اللي قدامهم، لا بالعكس، ده كانوا ناس عندهم اخلاق. ابو سفيان ما كانش يقدر يكذب كذبه قدام ملك الروم، ولما رجعوا قالوا له انت بتشهد لمحمد ولا ضده؟ ما قلتش اي حاجه. ليه؟ قال: اخشى ان تعيرني العرب وتعير بي العرب، ويقال ان ابا سفيان قد كذب كذبه على محمد. هو خايف من كذبه، واحنا النهارده بنخون وبنغدر، ودي العينه باينه قدامنا في الاتصالات.